أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الخبرية ما وراء الحدث. نخصصها هذا المساء للحديث عن موضوع الآفاق السياسية والاقتصادية والجيوستراتيجية لوجود قنصلية أمريكية في الصحراء بعد شهر بالتمام على المكالمة الهاتفية التاريخية بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعلن فيها ساكن البيت الأبيض اعتراف الإدارة الأمريكية رسميا بمغربية الصحراء. احتضنت مدينة الدخلة أمس الأحد لقاء تاريخيا ثانيا بين مسؤولين أمريكيين سامين ووزيري شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة، في خطوة جديدة لتنزيل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه. وتكتسي هذه الخطوة التاريخية أبعادا سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية مهمة بالنسبة إلى المغرب وموقعه الإقليمي في القارة السمراء، كما تضع عليه جملة من التحديات سيكون عليه رفعها، لعل أهمها العمل على تنزيل الجهوية المتقدمة لتعبيد الطريق أمام تكريس مبادرة الحكم الذاتي. أسئلة من بين أخرى يجيب عليها ضيوفي الكرام، وأرحب بالدكتور زهر الدين طيبي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أهلا بك. ودكتور رشيد بالباه أستاذ باحث في معهد الدراسات الإفريقية، أهلا بك. والأستاذ والدكتور رضا الفلاح أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. بداية أبدأ مع الدكتور زهر الدين طيبي، برأيك ما أهمية شروع الإدارة الأمريكية في تنزيل قرارها بفتح قنصلية في الدخلة؟ مرحبا. المؤكد بأن شروع الإدارة الأمريكية في تنزيل قنصليتها بمدينة الدخلة هو تأكيد جديد على أن هذا القرار الأمريكي ليس قرارا عبثيا، وبأن هذا القرار جاء كما صرح بذلك السفير الأمريكي بعد مجموعة من المشاورات الطويلة التي امتدت إلى سنين إلى غاية إدارة بيل كلينتون. المؤكد بأن تنزيل هذه القنصلية الآن وزيارة المقر المفترض لهذه القنصلية بالدخلة يؤكد بأن الإدارة الأمريكية متشبثة بمغربية الصحراء وباعترافها بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وهذا يعني بأنه المستقبل القريب لن يكون هناك أي نقاش خارج مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وبالتالي فحتى إذا كان هناك مبعوث منتظر بالنسبة للأمين العام الأممي فالأرضية التي يمكن أن يبدأ منها النقاش هي مبادرة الحكم الذاتي. إذا هذا اعتراف ضمني وتأكيد جديد على مغربية الصحراء من أقوى دولة في العالم سياسيا ولها تأثير كبير، كما أنها عضو بمجلس الأمن وتتميز وتحتفظ بحق الفيتو، وبالتالي فهذا انتصار كبير طبعا للدبلوماسية المغربية وأيضا انتصار على مستوى القضية الوطنية التي تحظى بالأولوية بالنسبة لجميع المغاربة. كما أنه جاء مباشرة بعد شهر بالضبط، يعني أنه في العاشر من دجنبر كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترامب والعاهل المغربي، وشهر بعد ذلك كانت هناك زيارة لوفد رفيع المستوى لأول مرة للأقاليم الجنوبية، وهذا يعني له دلالة خاصة على مستوى الأهمية التي تريها الإدارة الأمريكية لهذه القضية بالنسبة للمغرب. نعم، أنتقل إلى الأستاذ رشيد بالباه، برأيك مدعا الدلالة السياسية لهذا الأمر، خاصة وأنه تم بحضور كاتب الدولة الأمريكي شنكر المساعد المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ لا، هذا بمعنى أن نحن أمام سياسة وليست قضية مقايضة كما تم الترويج لها في عدة منابر دولية من طرف المساندين لجبهة البوليساريو. هذه شيء سياسة تندرج في إطار شمولي. لماذا؟ لأن القرار الأمريكي المرسوم الرئاسي
من خلاله تم الاعتراف بمغربية الصحراء، وقع في 10 ديسمبر، وبعده تلت عملية تنزيل، وهذه هي المهمة. عملية تنزيل أولا تمت باعتماد خارطة تشمل الصحراء كاملة، للمغرب تشمل الصحراء، هذا أولا. ثانيا في 25 ديسمبر كانت من قبل مراسلات مجلس الأمن في هذا الصدد، و 25 ديسمبر كان اجتماع استثنائي حول مسألة الصحراء لمجلس الأمن، ومن خلاله تم التأكيد من طرف الجانب الأمريكي على الوضع الجديد، ومن خلاله دافع الجانب الأمريكي على مخطط تسوية، وهذا مهم، مخطط تسوية من داخل مجلس الأمن في إطار مرجعية 2007 اللي كتندرج من خلالها مقترح الحكم الذاتي والكلام عن الحل الوسط، وهذا هو الحل الوسط. هذا ثانيا في إطار التنزيل. كانت المرحلة الثالثة في إطار التنزيل هي زيارة شنكير الكاتب الدولة الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذه الزيارة كان من خلالها كان خطاب، وهذا خطاب مهم لأنه خص تحليل، لأنه هو خطاب رسمي. خطاب أولا كلمة شنكير، من بعد كلمة السفير الأمريكي في الداخلة، وهذه الكلمة هي كانت مهمة. علاش؟ لأنها تنطوي على خطاب رسمي مندمج، هو يدخل في إطار سياسة شمولية وليست بسياسة ظرفية، بمعنى أنها لن تقف عند حدود الإدارة الأمريكية الجديدة، قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة بيضاً من كل الكلام. لا، هذا هناك استاذ رشيد بنيوي. هناك الكثير مما يقولون بان ربما سيتغير الامر مع قدوم الاداره الامريكيه الجديده برئاسه بايدن، وربما سيكون لها موقف اخر. هل تعتقد بهذا الطرح؟ لا، غير للتوضيح، السياسه الامريكيه هي سياسه بنيويه، بمعنى خاصة عندما يهم الأمر العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، بمعنى أن تكون اختلافات في إطار المنهجية والتعامل مع بعض القضايا، لأن سياسة الجمهوريين تختلف عن سياسة الحزب الديمقراطي، ولكن أساسا بنيويا هي السياسة تبنى على الاستمرارية. لا أظن أن إدارة بايدن ستستعجل في أخذ قرار حول هذه المسألة، لها سنة كاملة، لأن المسألة ديال البت في 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 أمر الإشكال في الصحراء في الأمم المتحدة سيكون في شهر أكتوبر، بمعنى هناك حوالي 10 شهور، وأمام بايدن الوقت الكافي مهمة كي يبحث في هذا الأمر، بمعنى أن هذا الأمر لا أظن أن إدارة بايدن ستستعجل في الحسم في المسألة. في نفس السياق أستاذ رشيد، لو سمحت واحد المسألة. نعم. سمحتي لي، تفضل. مسألة مهمة تطرق لها الزميل، وهذه مهمة للغاية، لأن في الخطاب ديال السيد فيشر كان صريح وقال أنه حضر للدخلة لتحصين الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة والمغرب، وفي هذا الإطار شراكة جديدة. نعم. والاعتراف في هذا الإطار، وتكلم على أن الأمر ليس وليد اللحظة، بمعنى أن ليس رئيس ترامب في إطار مقايضة بينه وبين المغرب وإسرائيل اتخذ هذا القرار، هو يدخل في مسار بدأ في فترة حكم كلينتون واستمر تدريجيا. نعم. في إطار في عهد أوباما، لأن أوباما في عهده أدمج الأقاليم الصحراوية في إطار مخطط التنمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا مهم بما هي سياقات. واضح. سأعود إليك أستاذ رشيد، سأعود إليك إن شاء الله للمزيد من التوضيح حول هذه النقطة. أنتقل إلى الأستاذ رضا الفلاح. دائما في سياق التصريحات من مسؤولين أمريكيين يؤكدون
يعتقدون بأن هذه الخطوة جاءت للمزيد من دعم العلاقات المغربية الأمريكية ولمصلحة الطرفين ولمصلحة قضية الصحراء المغربية التي لابد أن تجد لها منفذا، وبالتالي جاءت القنصلية الأمريكية لتشكل المرحلة الجديدة في هذا السياق. أكيد، أولا شكرا على الاستضافة. أهلا بك. بالطبع العلاقات المغربية الأمريكية تتسم بالعراقة، وهي ضاربة في جذور نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضا علاقات اليوم تتسم بالطابع الاستراتيجي. نعرف بأن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية منخرطان في حوار استراتيجي، وبالتالي حتى لما نتحدث عن قضية الصحراء المغربية فبغض النظر عن اللون السياسي للأحزاب الأمريكية سواء كانوا ديمقراطيون أو جمهوريون، فهناك توافق حول جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي واعتبارها كأساس لأساس ناجع وأساس الأمثل لحل هذا النزاع المفتعل. طبعا اليوم هذه الشراكة وهذه العلاقات بلغت مرحلة متقدمة من النضج، وتم تتويجها مؤخرا بقرارات استراتيجية، وقرار الاعتراف هو قرار استراتيجي. الدول لا تتخذ قرارات الاعتراف بدول أخرى أو بسيادة الدولة ما على إقليم جزء من إقليمها الترابي اعتباطا، بل هي قرارات تنضبط أولا بالسلطة التقدير أو البوار ديسكريسيون، السلطة التقديرية أن الرئيس الأمريكي بموجب الصلاحيات التي يتمتع بها بمقتضى الدستور فهو له هذا المجال الاعتراف، هو مجال سيادي بالنسبة لرئيس الدولة. وفي هذا السياق أستاذ رضا الفلاح نتابع دائما فكرة أستاذ رشيد بالبه، هل مسألة الاعتراف في ظل الإدارة الأمريكية الحالية هل سيختلف الأمر مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن؟ لا أبدا، لأن هو أولا لكان تبعنا كلمة السفير الأمريكي أنه قال بأن هذا القرار والتنزيل المرسوم الرئاسي كلها تندرج ضمن مسار يمتد لسنوات، ونعلم أن الجمهوريين والديمقراطيين لا يختلفون حول دعم مخطط الحكم الذاتي، وباعتبار بأن أيضا القرارات الاعتراف هي قرارات لا تهم فقط رئيس الدولة، ولكن تهم واحد نمط معين من صناعة القرار الاستراتيجي. نعم. فالاعتراف بالسيادة هو قرار استراتيجي، وهو يتجاوز رئيس معين أو عدة رؤساء، وبالتالي يبدو أنه من شبه المستحيل أن يقع تغيير على هذا المستوى، باعتبار أن ربما سيكون هناك تعاطي من نوع آخر، ربما سيكون هناك مزيد من الدعم لهذه الخطوات الدبلوماسية. نحن في مرحلة، بالتأكيد نحن في مرحلة تنزيل المرسوم الرئاسي. أقول أن هذا القرار لو لم يكن اتخذه دونالد ترامب كان من الممكن، بل أنه كان على الأجندة السياسية، بالتالي كان ممكن لو لم يتخذه دونالد ترامب كان سيتخذه الرئيس المقبل جو بايدن. نعم واضح. إذن أنتقل إلى الدكتور زهر الدين طيبي. أستاذ برأيك بشأن كلمة المسؤولين الأمريكيين في حفل الدخلة، كانت كلمة خاصة للمبعوث الأمريكي والمسؤول الأمريكي
شينكر وأيضا السفير الأمريكي، كانت هناك إشارات رمزية وما تلا ذلك تمثلت أيضا في ارتداء اللباس الصحراوي. كيف ترى كل هذه المعطيات؟ طبعا هذا تأكيد، يعني أولا هناك ارتداء الزي الصحراوي، هذا دليل على يعني التشبت بالأصالة المغربية والارتباط الوطيد بالتراث الصحراوي، وهذا يعني بأن هناك نوع من التأكيد بأن هذه القضية هي قضية مربوحة بالنسبة للجانب المغربي على الأقل انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي. كما أن تصريح السفير الأمريكي بأنه سوف يشتري منزلا بالداخل، فهذا دليل على نوع من الاستقرار وتأكيد يعني الاستقرار الدائم في هذه المنطقة. إذن هنا نحن أمام مجموعة من الإشارات، ربما هي إشارات رمزية ولكنها تحمل في كنهها مجموعة من الدلالات بأن الآن المستقبل بالنسبة للقضية الوطنية، بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، هو المبادرة، مبادرة الحكم الذاتي. طبعا الأمريكيون يؤمنون دائما بأن الاقتصاد هو الذي يجر السياسة، وهم يؤمنون أيضا بأن السياسة في مجملها هي لغة أرقام. بمعنى آخر، فالتصريح المسؤول الأمريكي سواء السفير فيتشر أو أيضا مساعد كاتب الدولة الأمريكي شينكر، فالأول يقول بأن العلاقات سوف تعرف مزيدا من التوطيد والاستمرارية، وشينكر يقول بأن القادم سيكون أفضل وبأن أيامنا الجميلة ستكون هي الأيام هي نبرة متفائلة. نعم، أنه هي نبرة داعمة متفائلة من التفاؤل. نعم، ولكن هذا التفاؤل له ما يبرره على المستوى الاقتصادي. فنحن نعلم أولا الموقع الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، ثم أن المغرب كان دائما يراهن على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونحن نعرف ما يحدث على مستوى الساحل والصحراء. كذلك تصريح المساعد أو المسؤول الأمريكي الذي قام بأول زيارة طبعا على مستوى وفد رفيع لأقاليمنا الجنوبية، أكد بأن المغرب هو منطقة لأولا تلاقي أو التقاء الشعوب والأفكار والابتكار، وبالتالي فهم يؤكدون بأن المغرب هو طبعا منطقة تحظى بمحورية في العلاقات الأمريكية المغربية، لأنه أولا المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد التي وقع اتفاقية تبادل حر دخلت حيز التنفيذ. ربما سنعود أستاذ زهر الدين، سنعود إلى المحور الاقتصادي لهذا النقاش، وأتحول إلى أستاذ رشيد. برأيك كيف يمكن للمغرب استثمار افتتاح هذه القنصلية الأمريكية لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية بخصوص قضية الصحراء المغربية؟ لا، غير الإشارة حسب الرجوع المسألة، لأن مسألة كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، هذا أنا أظن لأن أولا هو لن يستعجل، أمامه كاين رهانات كبرى وأمامه سنة الإدارة الأمريكية. لا. ثانيا، أعتبر أن الرئيس ترامب قدم نوع من الهدية بالنسبة لبايدن، سيصبح من السهل بالنسبة للإدارة الأمريكية التعامل مع هذا الملف من خلال موقف سياسي واضح رسمي وصريح من مسألة الصحراء. نعم، رسمي وصريح، بمعنى أن ثقل لا تتحمله إدارة بايدن، بالعكس إدارة بايدن ممكن أن تتحمل الثقل لو تراجعت عن الاعتراف، عندها القدرة للمناورة نوعا ما. إدارة بايدن في المستقبل مناورة في إطار التعامل مع الملف داخل الأمم المتحدة، لأنها تشرف على الملف داخل الأمم المتحدة، والتعامل مع الأطراف طيب المعنية بالأمر. نعم، إذا ننتقل إلى نعم، إذا هو تقدم برأيك أستاذ رشيد، هو هل فعلا هو يعني افتتاح القنصلية يعد تقدما دبلوماسيا وتحسين؟ نعم،
الكلمه اللي استعمل وهذا هو اللي مهم هي الترجمه اللي كانت. انا شفت الترجمه، كانت ترجمه جيده، الترجمه اللي قامت بها السيده للكلمه ديال السيد فيشر والكلمه ديال ادم بولير اللي هو المدير التنفيذي ديال لوسايدي ديال وكاله التنميه. لا الترجمه كانت مفيده، هو كان السيد فيشر السفير كان استعمل انه قال انه حضر للداخله طبعا للتعرف على المكان القنصليه، لان تفتحات قنصليه افتراضيه، وقال بلا راه كاين قنصليه في الداخله هي قنصليه افتراضيه الى حين في اخر شهر جانفي سيتم تثبيت موقع القنصليه في الداخله واتمام هذه العمليه. هذا شيء من ناحية العمليه اللي تكلم عليه، قال انه حضر. وهذا انا كنتكلم علاش كنأسس على خطاب رسمي مؤسساتي للدوله الامريكيه من خلال ممثليها، يقول بالحرف انه اتى للداخله لتحصين الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة والمغرب، بمعنى احنا دخلنا في إطار شراكة جديدة من خلال شراكة شاملة. هذا هو اللي مهم. المسألة ديال التحصين بمعنى المسألة ما كتتعلقش ببناية أو قنصلية، كتتعلق بموقف فتح مسار جديد في إطار شراكة جديدة. وهذا في كنلقاو في الكلمة اللي قام بها السيد شنكر اللي هو كاتب الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه كان في الكلمة ديالو أعطى نوع من خريطة الطريق، نوع ماشي خريطة الطريق ولكن نوع، لأنه تكلم على مسألة ديال الأمن الجهوي والداخلة هي مرتبطة باب المنطقة الساحل وباب لغرب إفريقيا، وهذا هو اللي مهم في الداخلة، أن المقر ديالها ماشي في العيون، في الداخلة لأن كاين ارتباطها بالحدود مع موريتانيا وجيوسياسيا هي مرتبطة بمنطقة الساحل وبغرب إفريقيا وبطبيعة الحال المحيط الأطلسي. السيد شنكر باختصار لو سمحت أستاذ رشيد، باختصار نعم باختصار تكلم على محورية الدور إفريقيا، وحنا كنعرفوا أن بايدن له في خريطة الطريق ديالو أهمية تقوية الحضور الأمريكي في إفريقيا، بمعنى حنا كاينة استمرارية انطلاقا ممكن أن المغرب يولي فاعل استراتيجي في هذه العلاقة بين أمريكا ثلاثية أمريكية مغربية إفريقية ممكن أو غرب إفريقيا، هذا ممكن. ثانيا نتكلم على التعاون العسكري، ووزير الخارجية المغربي قال بالله أن كاين اجتماع ديال اللجنة المختلطة العسكرية في الأسبوع المقبل. نعم. بمعنى راه المسار كاين مسار. هناك خارطة طريق واضحة أستاذ رشيد. واضحة. نعم. تكلم على التعاون الديني، تكلم على الجانب الديني وتكلم بزاف على التعاون الاقتصادي. سنعود إلى كل هذه النقاط أستاذ رشيد. نبقى دائما في سياق هذه خارطة الطريق التي ذكرت، أو هذا التقدم الدبلوماسي الذي حققه المغرب من خلال إنشاء القنصلية بالضبط في مدينة الدخلة. أستاذ رضا الفلاح، كيف برأيك سينعكس هذا الوضع على مجمل العلاقات مع دول الجوار؟ نذكر هنا دول الساحل، العمق الإفريقي بين المغرب وإفريقيا. أكيد أن فتح قنصلية أمريكية بمدينة الدخلة هو يندرج أولا طبعا في إطار تنزيل المرسوم الرئاسي، وفي نفس الوقت له عدة أبعاد اقتصادية، وطبعا هناك أبعاد أمنية وأبعاد متعلقة بالتنمية وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالدخلة بالتحديد، فشاهدنا أن هناك المؤسسة التمويل الدولية التي ستقوم بتمويل مشاريع مهيكلة في مدينة الداخلة في قطاعات متعددة تهم قطاعات
الصيد البحري، الطاقات المتجددة على مستوى السياحة، وأيضا على مستوى تحلية مياه البحر. إذن هناك عدة مشاريع هي مهيكلة والتي تنسجم وتلتقي مع المشاريع الكبرى التي أطلقت في إطار النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية. نعم. الموقع المتميز للداخلة باعتبارها منصة، ممكن أن تصبح منصة استثمارية ضخمة، موقعها على الأطلسي، ونعرف أن هذه المنطقة غرب إفريقيا هي منطقة تتميز بتكتل اقتصادي لا سيديرا، والمغرب له علاقات تبادل تجاري قوية وعلاقات استثمارية مع عدة دول مع هذه المنطقة والدول هذه المنطقة، وبالتالي هذا الموقع وكل هذه الآفاق الاقتصادية الواعدة على مستوى هذه المشاريع فمن شأنها أن تضع مدينة الداخلة وطبعا جهة واد دهب في كقاعدة صلبة للتبادل التجاري والاستثمارات بين المغرب وعمق الإفريقي، ولكن أيضا في التقائية مع العلاقات الاقتصادية التي تربط المغرب بالشركاء الأوروبيين. شكرا أستاذ دكتور يعني زهر الدين الطيبي، برأيك ما هي الأبعاد الاقتصادية التي تتيحها يعني يتيحها إنشاء القنصلية الأمريكية في الداخلة؟ طبعا عندما نتحدث عن قنصلية أمريكية بالداخل وليس بالعيون فهذا يعني بأن هناك نوع من الاختيار الاستراتيجي بالنسبة للإدارة الأمريكية. نحن نعلم بأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت حيز التنفيذ منذ 2006. ثم نحن نعلم بأن المغرب الآن هو ثاني مستثمر بالنسبة لإفريقيا، وهو أول مستثمر بالنسبة لغرب إفريقيا، معنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعول كثيرا على المغرب، خصوصا على هذه القنصلية انطلاقا من البوابة الرقمية التي تم تدشينها وافتتاحها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أمس، وهي تحث للشركات الأمريكية للاستثمار بمدينة الداخلة خصوصا وبالأقاليم الجنوبية بشكل عام. إذن هذا يعني بأن هناك نوع من البوابة نحو إفريقيا ستشكلها الداخلة، خصوصا إذا علمنا بأن هناك مشروع ضخم هو مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون طبعا انطلاقة جديدة بالنسبة للصيد البحري وأيضا بالنسبة للسياحة وبالنسبة للتنمية في هذه الجهة ككل، يعني جهة الداخلة وبوجدور ثم أيضا بالنسبة للأقاليم الجنوبية. نحن نعلم أيضا بأن المغرب يحظى بوضع خاص مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا الوضع المتقدم له مع الاتحاد الأوروبي سيسمح له أيضا باستغلال هذه البوابة وهذا الوضع الاستراتيجي للاستفادة من اتفاق التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، وأيضا في علاقته مع آسيا في اتجاه الصين. ثم أنه نحن نعلم بأن اتفاقية التبادل الإفريقي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، وهذا يعني بأن كل المؤهلات متوفرة في إطار علاقة رابح ما بين الإدارة الأمريكية والمملكة المغربية، وأيضا في إطار طبعا جذب الاستثمار بالنسبة لهذه المناطق. هذه المناطق هي لا تزال مناطق خصبة
بالنسبة للاقتصاد ولجذب الاستثمارات. لهذا فالولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالاستثمار في جانب الطاقة الهوائية بأكثر من 5 ملايير دولار، ثم أن هناك دعوة لمجموعة من الشركات الأمريكية للاستثمار في مدينة الداخلة وفي الأقاليم الجنوبية، وهذا مكسب جديد على اعتبار أنه لم يعد هناك مجال للحديث عن تجزيء المملكة والحديث عن نوع من الصادرات القادمة من المغرب دون أقاليمه الجنوبية. الآن هناك أيضا تصريح رسمي أمريكي بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر وإدراج كامل الأقاليم الجنوبية في إطار هذه المبادرة، واعتبار بأن كل الصادرات التي تصدر من الأقاليم الجنوبية ستكون هي صادرات مغربية وتحظى بنفس الأهمية التي تحظى بها باقي الصادرات. هدف فيما يتعلق أستاذ زهر الدين، هدف فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية البينية بين المغرب والولايات المتحدة. أنتقل إلى الأستاذ رشيد بلباب، يعني المغرب قام باستثمارات هائلة وكبيرة في الأقاليم الصحراوية المغربية، هل سنشهد مواكبة لهذه الوتيرة التنموية من لدن المستثمرين الدوليين والدول المؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي؟ هو اعتذر، المجال الاقتصادي ماشي مجال التخصص ديالي، زعما ما عنديش قوه نتكلم فيه. دائما في سياق تشجيع الاستثمار او تشجيع هذه الوجهه للتنميه. لا، بطبيعه الحال، لان 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 الاستثمارات، جلب الاستثمارات الامريكيه، نعم، هذا اولا، جلب الاستثمارات الامريكيه يسهل لعده دول في العالم انها تليج المجال الصحراوي، لأن تصبح هناك نوع من الشرعية اللي كتعطى لعدة دول في العالم، لأن من بعد كتكون ضغوط تأتي سواء من جبهات البوليساريو أو الدول المساندة أو الجمعيات المساندة في إطار كل ما يتعلق بالموارد أو الاستثمارات في المجال الصحراوي. هذا بالعكس غادي يولي عامل كيسهل جلب استثمارات من دول أخرى. المهم الأساسي هو أن المسألة ديال اتفاقية التبادل الحر، وهذه مهمة كنأكد عليها وزير الخارجية المغربي، وكانت مهمة أن إعادة تكييف، وتكلم على مسألة ديال تكييف الاتفاقية التبادل ديال 2006، وذكرها الزميل الأستاذ قبل مني، وهذه مهمة لأنها غادي تدمج كل ما يتعلق بالأقاليم الصحراوية. وهو تكلم أكثر من ذلك، قال أن جميع القرارات والتقارير ديال الإدارة الأمريكية أنها خصها تدرج مسألة ديال الاعتراف، هذا مهم. أنا أقول أن الاستثمارات الأمريكية في المجال الصحراوي، في الأقاليم الصحراوية، هذا سيسهل بالعكس لولوج عدة دول وعدة شركات وعدة مستثمرين من دول أخرى، سواء من إفريقيا أو دول الخليج أو المهم هو أن الدفع نحو أن الاتحاد الأوروبي يبدأ في تغيير منهجيته في التعامل مع هذا الإشكال لحله، لأن مهم حل مسألة الصحراء هو من باب استقرار ديال المغرب الكبير ديال شمال افريقيا واستقرار اوروبا. أنا هذا اللي كان بعجاله اللي ممكن ان اقوله. المهم، وهذا غير للتذكير، المهم هو البناء الاقتصادي، التنميه الشامله للمجال الصحراوي او الاقاليم الصحراويه، المجال الصحراوي لا يتاتى بدون، وانا اركز على هذا، بدون مشاركات الساكنة المحلية. الساكنة المحلية هي أساس التنمية، هي باب التنمية ونهاية مطاف التنمية. أنا أظن أن كاين برنامج التنمية التنمية المستمدة منذ 2015. هذا البرنامج حقق إنجازات كبيرة،
وأظن أن المسار مسار قادم ومهم في إطار تنزيل الحكم الذاتي، والحكم الذاتي مرتبط بالجهوية المتقدمة. طيب وفي هذا نرجع لهذا الإشكال لأنه مهم. سنعود له أستاذ رشيد بالباب، وأنتقل إلى أستاذ رضا الفلاح. يعني على المستوى الجيوستراتيجي دكتور فلاح، ما هي المكاسب التي حققها المغرب من خلال الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؟ عدة مكاسب طبعا فيما يتعلق بقضية الصحراء، فالاعتراف الأمريكي هو يندرج ضمن توجه عام منذ سنة 2007، كما لاحظنا أن القرارات مجلس الأمن منذ 2007 فهي أبعدت نهائيا مسألة الاستفتاء وطرحت الحل السياسي القائم على الواقعية والحل العملي وأيضا الرغبة في التسوية. وكل هذه القرارات يعني استمر التأكيد عليها وزاد التأكيد عليها في القرارات منذ سنة 2017 إلى القرار الأخير. وبالتالي فهذا الاعتراف الأمريكي هو يندرج ضمن هذا التوجه العام. لاحظنا أن مجلس الأمن أخذ علما بالاعتراف الأمريكي، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يصدر عنها أي رد فعل، ومع فتح القنصليات، وهذه مسألة مهمة يجب التأكيد عليها، أن كلما فتحت دولة قنصلية في الأقاليم الجنوبية فلا يصدر أي رد فعل حول هذه المسألة، وبالتالي فهذا إقرار ضمني وفقا لمبدأ استوبيل في القانون الدولي، ويعني وهو نوع من الإدعان السلبي. نعم. حماية الانتظارات المشروعة، فصمت الأمم المتحدة على فتح القنصليات فهو يعني أن هذه المسألة هذه هي ليست لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وليس ليس لها ليس لا يشوبها أي عيب، لا يعني قانونيا أو لا يشوبها أي عيب قانوني. وبالتالي فهذا الاعتراف اليوم هو اعتراف يعني نابع من قوة عظمى، وسيكون طبعا له تأثير على دول أخرى يعني تتخذ نفس القرار، قرار يعني الاعتراف وفتح القنصليات بأقاليم الصحراوية. ونتحدث عن دول وازنة يمكن لها أن يعني في المستقبل أن تحدو حدو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مع توالي وزخم هذا الاعتراف الدولي، وأيضا مع يعني حماية الانتظارات المشروعة بموجب يعني صمت الأمم المتحدة اللي كيعني في القانون الدولي اللي هو مبدأ من القانون الدولي العرفي، يعني أنه كيعني أن الأمم المتحدة لا ترى أي إشكال قانوني في اعترافات الدول عن طريق فتح قنصلياتها بالأقاليم الصحراوية. طالما أنه أمر سيادي أستاذ رضا الفلاح، أنتقل إلى أستاذ زهر الدين الطيبي. برأيك هل نحن فعلا أمام وتيرة جديدة لتنزيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي في سياق تنزيل الحكم الذاتي؟ بكل تأكيد، على اعتبار أنه مبادرة المغرب سنة 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تندرج في إطار مخطط عام، هو مخطط طبعا الجهوية المتقدمة. وبالتالي فنحن الآن نقبل على
تحول مفصلي بالنسبة لهذه القضية. نحن اليوم أمام تحول كبير على اعتبار أن المبادرة المغربية هي التي أصبحت متداولة في إطار المفاوضات المرتقبة، وأنه أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب هو مبادرة الحكم الذاتي، وبالتالي الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وعلى اعتبار أن المبادرة المغربية مبادرة الحكم الذاتي هي الحل المنطقي الواقعي والموضوعي الذي يمكن أن تبنى على أساسه وعلى أرضيته كل الاتفاقات المستقبلية من أجل طي هذا الملف نهائيا. هذا يعني بأننا أمام تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة، لأنه بالنسبة للمغرب لا يمكن أيضا الحديث عن مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية دون الحديث عن تنزيل شامل للجهوية المتقدمة، وتكريس المكتسبات السابقة، تكريس الديمقراطية، تكريس المجال الحقوقي، تكريس المجال الإعلامي، من أجل طبعا تكتيف هذه الوحدة الوطنية حول القضية المصيرية للمغرب التي هي قضية الصحراء المغربية. الآن نحن أمام مكتسبات جوهرية. الأساتذة طبعا أشاروا ربما إلى أن هناك العديد من القنصليات التي فتحت أبوابها بمدينة العيون وبالداخلة، هذا تكريس لواقع موجود على أرض على الأرض، بمعنى أنه الدول التي فتحت قنصلياتها فهي تعترف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، وبالتالي لا مجال للمزايدات، بمعنى أنها تؤمن بأن المغرب له سيادة على هذه الأقاليم الجنوبية. الآن المغرب يستشرف تنزيل تام للجهوية المتقدمة طبعا، وضمنها مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. هناك مكاسب حقيقية طبعا، لا بد من الحديث عن نوع من العدالة المجالية ما بين الجهات، لا بد من الحديث أيضا عن التوزيع العادل للثروات، لا بد من الحديث عن خلق فرص شغل بالنسبة لساكنة الأقاليم الجهوية وبالنسبة لكل أقاليم المملكة. إذن الآن نحن لسنا في حاجة إلى الفصل للحديث عن أقاليم جنوبية وأقاليم شرقية أو غربية، الآن نحن في إطار مخطط واحد هو مخطط الجهوية المتقدمة. المغرب طبعا حقق مجموعة من المكتسبات، أولا العودة للاتحاد الإفريقي مكنته من الدفاع عن مواقفه، وأيضا مواجهة الأطروحات الانفصالية من خصوم الوحدة الترابية، أيضا مكنته من طرح مبادرة الحكم الذاتي كبديل حقيقي وليس كما هو الشأن بالنسبة للأطروحة الانفصالية العقيمة التي ظلت تردد نفس الأسطوانة المشروخة. المغرب يعني قدم مبادرة في 2007 وظلت الجبهة الانفصالية تتحدث وتتغنى بالاستفتاء الذي أصبح متجاوزا الآن. هناك نوع من الاستفتاء داخل الحكم الذاتي، وبالتالي الآن المغرب المبادرة المغربية هي مبادرة لقت ترحابا من مختلف الدول العظمى والدول الصديقة. نحن ننتظر بأنه سيكون هناك لها ما بعدها، على اعتبار أن مجموعة من الدول الوازنة في الساحة سوف تعترف أيضا بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. هذه مجرد خطوة أولى، ستتبعها الخطوات الكثيرة إن شاء الله، بدليل التصريح الذي قاله طبعا شينكر بأن الأيام المقبلة ستكون جميلة بالنسبة لنا، وهو يقصد المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا الكل يدرك جيدا التأثير القوي للولايات المتحدة على كل دول مجريات الدبلوماسية عبر العالم. أستاذ رشيد بالباب، برأيك كيف يجب من الآن فصاعدا كيف يجب التعريف أكثر بأهمية مبادرة الحكم الذاتية المغربية، وما هي سبل تكريسها كحل أمثل ووحيد لقضية الصحراء المغربية؟ لا، إلا سمحتي لي غير ذكر واحد المسألة مهمة حول الجهوية المتقدمة. مرتبطة بالزيارة ومرتبطة بالجهوية، لأن الزيارة لأنها مهمة للذكر. زيارة الوفد الأمريكي للأقاليم، لأن كانت زيارة للعيون ومن بعد للداخلة، هي نستشف من خلالها، لأن كثر الكلام على مسألة أن
لا هناك من بعد مسألة القرقرات تمت التخلي على الاتفاقية وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري واحد، وهذا هو كان كدفع من خلال جبهة البوليساريو ومن خلال الجزائر من خلال المنظمة الإفريقية الاتحاد الإفريقي على أساس أن تم انتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار وبدأت الحرب من جديد، لأن هذه الحرب من جديد كانت ستكرس مسألة أن المسار الأممي قد انتهى. ولكن الزيارة الأمريكية هذه هي من جانب مؤسساتي مهمة، لماذا تكرس مسألة أن المجال الصحراوي هو مجال فيه سلم وسلام، بمعنى أن مسألة ديال رجوع الحرب ليست واردة، وهذا مهم، هذا في حد ذاته مهم. لا مسألة كيف التعامل، لا أنا أظن أن يجب توضيح مسألة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، هذا لا يعني أن المسار الأممي لا يستمر، بالعكس المسار هناك اتفاقية وقف إطلاق النار واتفاق العسكري رقم واحد واعتراف دولي أممي مستمر بمغربية الصحراء وعبر فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية. نعم، بمعنى أن المسار الأممي هو أخذ مصراه ومجراه، ولكن في أي إطار؟ هناك إطار جديد، هناك الإطار المبني على الطرح المغربي ديال 2007، وخاصة البناء السياقي الجديد ديال أدبيات تعامل ديال الأمم المتحدة مع ملف الصحراء منذ 2018 إلى اليوم، وأنا كنرجع عليها دائما، بمعنى أن قرارات الأمم المتحدة 24/14/24/40 و 24/68 إلى القرار الأخير اللي هو قرار 25/48 هي أسست لإطار جديد بمنهجية جديدة تتعامل من خلالها الأمم المتحدة لمعالجة الأمر ولإيجاد حل متوافق عليه واقعي. والأمريكا اليوم تتكلم عن الحل الوسط. الرهان أين هو الرهان اليوم؟ الرهان في الاتحاد الإفريقي، ونحن نرى أن مؤخرا في شهر ديسمبر كانت هناك عملية، بمعنى أن نعلم أن الجزائر ودولة إفريقيا الجنوبية هما المساندان الأكثر لجبهة البوليزاريو الانفصالي. نعم. داخل إفريقيا. داخل إفريقيا. نعم. نعم. بمعنى يجب التعامل مع هذا الأمر. كانت قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي، ومن خلالها كانت عملية أن تكلمت عليها الصحافة المغربية، كانت عملية إدراج مسألة أن وفشلت. إطلاق النار قد انتهى وقد فشلت. أستاذ أنتقل إلى الأستاذ، هذا مهم. نعم، أنتقل إلى الأستاذ، بمعنى أن الرهان بالنسبة، عذرا على المقاطعة أستاذ رشيد بلبا، أنتقل إلى الأستاذ رضا الفلاح. كيف يعني السبيل لتكريس الحكم الذاتي كحل أمثل ووحيد لقضية الصحراء المغربية، وباختصار لو سمحت؟ نعم، إذا المبادرة الحكم الذاتي تحظى بإشادة دولية وإشادة أممية، وهذا النزاع المفتعل عرف تحول مفصلي منذ سنة 2007 عندما طرح المغرب هذا المقترح، وقررت مجلس الأمن منذ ذلك الحين وهي تشيد بهذا المقترح وتؤكد على مصداقيته وجديته، بل أبعد من ذلك خلال السنوات الأخيرة يعني منذ 2017 فنشهد يعني حتى تحول يعني أو تعزيز لهذه المصطلحات في قاموس قرارات مجلس الأمن. فالحل الواقعي يتم التأكيد عليه ويتكرر مرارا، الحل العملي practical solution، وأيضا الحل القائم على الرغبة في التسوية. إذن الحل السياسي في إطار السيادة المغربية، فهذا ما توفره طبعا مبادرة الحكم الذاتي، وهي شكرا. مبادرة مطروحة هي صيغة مطروحة أو هي مبادرة مطروحة للتفاوض بشأنها،
ويمكن أن ينتج عليها يعني صيغة للحكم الذاتي متوافق بشأنها. وطبعا هي نابعة طبعا من القانون من القانون الدستوري، من التجارب الدستورية، وأيضا نابعة من تجارب يعني دولية واضح بموجب القانون الدولي. أشكر ضيوفي الكرام دكتور زهر الدين الطيبي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، كما أشكر الأستاذ الدكتور رشيد بالباه أستاذ باحث في معهد الدراسات الإفريقية، وأشكر أيضا الدكتور رضا الفلاح أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير. بدوري أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.